في رساء أخي وابني. قفا نبكي أعزاء قد رحلوا، قفا نبكي بلا كلل ولا ملل. ولترتوي الأرض دمعا من عيون هدها الأمل. ابكي ملء قوتك، إن البكاء أمر لا يؤجل. عد بي للعقل يا قلب، ما تاه من به عقل. قف قف عن بكاء، فلا المات يعد ولا الجرح يندمل. قف قف، الموت واعظنا، لا شيخ يستثني ولا طفل. الحب والأهل، أين أبي وأبي أبي وآباء كرام رحلوا؟ وأين أخي وأين أخي الذي بين يدي وافه الأجل؟ وأين الذي ظنناه أين الرسول قدوتنا وهو أحسننا وأفضل؟ فلا المال ولا الجاه ينفعنا، بل ينفع العمل. لهم رحمة ومغفرة، نرجوها دعاء ونبتهل. حسبنا الله ولا نقول إلا ما يرضاه ويقبل. إن له الرجعى، إن لله وإنا إليه ننتقل. محمد صديق ضوى البيت، 28/11/2019.